مرحبا بكم. رغم كل ما تعمل في السنوات الأخرى لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة القانون الشهير لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه أرقام العنف ماشية وترتفع. الأمم المتحدة هالأيامات عملوا حملة اسمها اتحدوا النضال لإنهاء العنف ضد المرأة. علاش؟ لأنه الأرقام أصبحت مفزعة. لو كان ناخذ فكرة مثلا على الأرقام اللي عندنا في تونس، حسب الأرقام الرسمية اللي عند وزارة المرأة، عندنا قرابة 70,000 قضية عنف ضد المرأة في 2021. 70,000، هذا الرقم الرسمي المصرح به فقط الناس اللي رفعت قضايا، ما بالك الناس اللي ما شكتش. كيف ندخلوا بأكثر تفاصيل في هذه الأرقام، نلقاو أنه 84% من العنف يكون عنف معنوي عبر السب، عبر الشتم، عبر التطيح القدر. نلقاو أنه 72% من العنف هو عنف مادي، يعني هو بالأساس عبر الضرب. عندنا 42% من العنف هو عنف اقتصادي، يا أما يفكوا فلوس المرأة يا أما ما يعطيهاش فلوس باش تنجم تعيش. عندنا 74% من حالات العنف ضد المرأة مصدرها الزوج، وهذا الرقم الملفت. الأغلبية الساحقة تاع العنف عن نساء جاي من عند أزواجهم. هذا الموضوع اللي نحقوا فيه الجمعة هذه في الحقائق، بعض الأمثلة والشهادات على هذا العنف اللي نجم يبدأ معنوي تحول مادي ويمشي من بعد إلى جرائم قتل. جمعة هذه في الحقائق.